طيب هي كمان بتسأل عن نفسها، 27/10، عايزة تعرف كل حاجة، وهي عندها 20 سنة ونفسيتها تعبانة جدا بقالها فترة طويلة. 27/10 هي عقرب ميزان. طبعا العقرب بقاله 3 4 سنين الدنيا عنده مش حلوه من اول 2015 من اخرها. فبقول لها كل اللي انت فيه ده يعني 2020 قلبك هيفرح، فاهدي شويه علشان الدنيا تمشي. سابي، انا حاسه ان 2020 دي هتبقى وشها حلو على ناس كتير. بصي، انا كنت بقول من اخر 2018 كنت بقول لهم ان 2019 اللي مش هينفع يعمل فيها بلان حلوة أو يفكر صح أو ما يفكرش في الحاجات الوحشة اللي حصلت له حتى لو هي كتير، ويفكر في الحلو، وإن هو يرضى يرضى، لأن الرضا دوت حاجة اللي بيرضى ربنا بيرضيه او ربنا بيرزقه اكتر. بالظبط. أوكي، فدايما نبص على يعني ندي ظهرنا للحاجة الوحشة اللي حصلت لنا حتى لو هي حاجات وحشة 10 شهور، والحاجات الحلوة شهرين بس في السنة كلها. اللي حصل حصل، مش هنرجع بالزمن لورا ولا هتعرفي تعملي حاجة. فاحنا ندي ظهرنا للحاجة الوحشة اللي حصلت لنا ونفكر في الحلو. ودايما لما بتخشي انت النهاردة، لما بتخشي شغل وانت بتضحكي وبتهرجي وكده بتلاقي اليوم خلص واليوم مش حلو صح، والدنيا حلوه. لما بتخشي انت بتبقى عندك مشكله من بيتك ونازله وجايه ومديه مركزة بوز فيها. لا ومديه بوز ومتضايقه ومتنرفزه، كل حد حتى لو حد داخل لك بيقول لك صباح الخير وشافك كده هيمشي ويسيبك. لو حد جايب لك حاجه تنفع عليكي عمليا او ديل او حاجه تخلص هيلاقيكي كده مش هيديهولك، لا دي هتتنرفز على العميل مثلا اللي جايبه لها، او دي لا هي مكشره في وشي ليه. كل واحد هياخده على صح، فكره. فقصدي اقول ان لما انت تخشي 2020 وانت متفائله وتقولي ان شاء الله ربنا هيكرمني، ان شاء الله السنه دي تبقى احلى، فانت بتدي طاقه ايجابيه، بتجيب الحلو بتاع السنه، حتى الحلو بتجمعيه زي المغناطيس كده. المغناطيس دلوقتي لو هو محطوط وفي حاجات يعني حاجات حاجات معدن معدن حواليه حواليه هيروح له. بالظبط، هيروح له. احنا نفس الحكايه، نعمل زي المغناطيس اللي هو احنا عايزين اكتر حاجات حلوه في 2020. يبقى ركز في الحاجات الحلوه. اركز في الحاجات الحلوه واقول هتجيني، واقعد اتكلم نفسي كده وادي نفسي يقين ان ربنا هيجيبها لي انها تيجي. انا اللي هسعى لها، ما تشائمش. اهم حاجه التشاؤم ده هو اللي بيجيب طاقه سلبيه مش حلوه. حلوة قوي. طيب